طارق عايز جمبري، وانا هعمل له بقى طبق جمبري يحلف بيه. جمبري بقى كده والثوم وبالليمون و... انا متأكدة ان هو هيعجبه. هروح اجيب الجمبري من التلاجة. ما بحبش انا الجمبري اللي بيتعمل في الفرن ده بصراحه، بحس انه بينشف كده. والمشوي ماشي بس لو يتعمل حلو ويتلحق في ميعاد معين، بس انا بقى الجمبري ده هيحل كل مشاكل الجمبري السابقه الذكر. هجيبها من اخرها، طبق سهل وبيتعمل على النار وما بياخدش وقت وجميل وشبه كده الاطباق اللي بتتقدم في المطاعم، اطباق الجمبري الحلوه الشيك اللي بتقدم في المطاعم. طاسه وزيت زيتون. امال انا جايبه الزبده ليه؟ لا بعدين بعدين، اصبر واحده واحده. زيت الزيتون، واول ما يسخن زيت الزيتون هنحط على طول الجمبري، بس خلوني الاول اروح اجيب الثوم عشان مهم قوي يبقى جنبي. ادي الثوم، لان هو ملك الطبق، اسمه الجمبري بالثوم، فلازم يبقى الثوم موجود. طيب اول ما يسخن الزيت هنحط الجمبري. انا خليت بقى السماك شل القشره خالص من على الجمبري، ونضف لنا اللي بيسموه ايه اللي هو الوريد اللي بيبقى في ظهر الجمبريايه، بيتلاقوا هنا في خط اسود كده، لازم الخط الاسود ده يتشال. بس خليت الديل، بيبقى حلو كده لما ناخد الجمبريايه ونروح مصين الديل، طعمها حلو. يلا احلى حاجه بقى في الجمبري انه يعني تقدر تعرف هو استوى امتى، يعني هو بيقول لك اول ما لونه يغير، تلاقي لونه افتح كده وبقى لونه وردي كده او اورانج كده بيبقى. ادي الجمبري، وعندي هنا اهو الثوم. هحضر الثوم لاني هحتاجه على طول على طول، مش هنتاخر. زي ما قلنا الطبق سهل وسريع. بصوا شايفين اللون؟ شايفين لون الجمبري؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. مش هقلب كتير عشان اديله فرصه ان كل ناحيه تاخد حقها، وما اضطرش ان انا اقلب او اخد وقت طويل عشان كله يستوي مع بعضه في نفس الوقت. هنخليه كده ونبتدي نعمل التوم. جمبري طازه، وانا عندي كان في الثلاجه الجمبري اللي انا مفصصاه، لما ببقى محتاجه جمبري كتير ببقى عندي قبل بوقت ببقى عاملاه. نشيل ده كده ونحط تاني. جمبري مليان فوسفور، الطبق ده عايز ثوم كتير، عشان كده هحط كذا فص. لو حطيته فص او اتنين مش هيديكوا الطعم اللي المفروض يكون عليه الطبق ده. يعني الطبق ده يتاكل حاف، يتاكل مع رز، يتاكل مع عيش، يعني اي ما شايفين ان هو حابين تاكلوه بيه حطوا عليه شويه مكرونه بعد ما تخلصوه. باي طريقه إن كانت يعني هيجي معاكم الطبق ده كويس قوي. شايفين اللون دلوقتي ده؟ خلاص انا على ما اخلص فصين التوم دول هنكون جاهز ان احنا نستعمله. نعمل اخر فص. لا غنى لا غنى عن الآلة دي في المطبخ بصراحة. كده كفاية. بصوا بقى دلوقتي احط بقى ايه التوم. زي ما قلنا توم كتير، اهم حاجة اني اقلب كويس. وانا حطيت التوم بعد الجمبري ليه؟ عشان التوم ما يتحرقش، وبالتالي برضو بعد ما احطه لازم اقلب كتير، ومش هناخد وقت طويل في الطبق لانه مش عايزة انا التوم يتحرق.
وهنا بقى هنحط بقى ايه، اول حاجة هنحط قطعة زبدة كبيرة يعني تقريبا معلقة، وبعدين بقى هجيب الليمونة على ما يبتدي قطعة الزبدة دي تسيح، هجيب ليمونة وأعصرها هنا، شموا الريحة بقى دلوقتي. مش قادرة أقول لكم الريحة عاملة إزاي، لا بجد لازم تجربوا الطبق ده ما يتفوتش. ادي عصير الليمون، هنحط بقى كمان بعد عصير الليمون هنحط كمان، شايفين ده الكيبر ده بيبقى محطوط في مية مخلل كده، انا هاخد معلقة من المية دي، ده سر، انا بقول لكم سر من الاسرار العسكرية. قلبه كويس، نجيب بقى رشة ملح وفلفل دلوقتي، فلفل وأقلب، هحط كمان معلقة تانية من الزبدة، ودلوقتي هنسيب ده كله يتشرب على النار، بس ايه واحنا برضو لسه بنقلب. دلوقتي بقى اجيب البقدونس حبة حلوين كده محترمين كده، هيدوا لون حلو قوي بالخشب، حبة بقدونس كده، بقدونس دايما يا جماعة والأعشاب دي كلها بتتحط في آخر الأطباق، علشان حتى لو كنا عايزينها في أول الطبق نحاول نحطه وما نعرضش بعد كده الطبق لنار كتير علشان الحاجات دي ما تسودش. البقدونس مش لازم ان هو يسود، بس بقى جمال الألوان، عظمة عظمة. جمبري كده خلص خلاص استوى، شفتوا اسرع من كده، شفتوا اجمل من كده، مش قادره اقول لكم بقى الريحه، لا بجد نبي تجربوه. نطفي ونجيب الطبق اللي هقدم فيه كده، خلاص الطبق خلص، بصوا دلوقتي هغرف الطبق والصوص بتاعه في منتهى الجمال. الصوص ده زي ما بقول لكم تاكلوه مع رز، تاكلوه مع مكرونه، عيش، المهم ان انتوا تاكلوه لانه بصراحه ما يتفوتش. الصوص تقيل فانا مش محتاجه هنا بقى ان انا ايه ازود اي حاجه، لو لقيناه ان هو قليل ممكن احط حبه ميه ولا حاجه علشان اخففه او ازوده، لكن انا شايفه ان هو كده كفايه قوي. الجمبريايه اللي على الطرف دي هتقع، هشوف اخبارها ايه. Hmm.